عصيان ومسهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عالأهلي وبطولاته هيقولك وسع القطر خليني اقول لحضراتكم طبعا الصوره اللي حضرتك شايفينها كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره وهو بيسلم الكؤوس للحكام او الميداليات للحكام. خلينا نشكر حكام اللقاء النهارده الحقيقه اللي ادوا اداء رائع، يمكن المباراه طبعا سهلت عليهم ولكن الشوط الاول والثاني كانوا مؤدين اداء كويس لان اختبروا هم اكتر في الشوط الاول والثاني اكتر من الثالث والرابع. بنشكر طبعا كابتن تامر عبد الفتاح الحكم الاول، كابتن منى علي وكابتن يمنى خالد، بنشكرهم اداء كويس اداء رائع الحقيقه. واحنا نتمنى للتحكيم المصري يحصل طفره زي ما احنا شايفين دي مراسم تسليم الميداليات للنادي الاهلي في المركز الاول.